توفيق الغدير عن ولاية سوسة والقلعة الكبرى، رجل تربية ونشط المجتمع المدني. ما تكون رئيسي كان ما تحقق النقاط الثلاثة اللي مش نقولهم، ما تكون رئيسي كان ما تضمن لنا دبلوماسية بعيدة ومعناها مستثناة من المحاصصة الحزبية والطرديات على أساس الكفاءة والولاء للدولة ولا شيء لغير الدولة. ما تكون رئيسي كان ما يعاد النظر في ميزانية الرئاسة الجمهورية، مؤسسة الرئاسة إذا كان نقول مؤسسة الرئاسة ميزانية في زيادة والوضع الاقتصادي على ما نعرفوه الناس الكل، فهذا يستحق مراجعة وإعادة نظر ووعود واضحة وصريحة. ما تكون رئيسي كان ما يكون عندنا في البلاد ما يضمن كل الحريات وما تكونش فيها عملية انتقائية وما تكونش فيها عملية محاصصة أيضا، وديما يعني على أساس الولاءات وديما الولاء هو لتونس وخاصة صورة تونس في المحافل الدولية اللي ما تخضعش لربما التطورات أو التغيرات أو الأحوال الطارئة. وما تكون رئيسي كان تكون رئيس لكل التونسيين بعد ما تنزع الكسوة بتاع الطرف اللي جيت من خلاله.